النهاردة جايب لك روم جديد لفوموس برو يعمل على جميع الهواتف الاندرويد ال 32 وال 64 بت، داعم لروت المستخدم الخارق، وموجود عليه نظام وهمي اندرويد 14، وموجود عليه مجموعة من التطبيقات اللي تحتاج لصلاحية الروت، من ضمنهم تطبيق الجيم جاردن، وتقدر تستخدم عليه اي تطبيق يحتاج لصلاحية الروت. بس طالب منك طلب صغير يا صديقي، قبل ما نبدأ الشرح تنزل في الكومنتات صلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك في القناة لو انت ما انتش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد. هسيب لك رابط الادوات المستخدم في الشرح في اول تعليق مثبت لايما في صندوق الوصف. وشكرا لكل المشتركين الجدد والمتابعين، ولكل واحد فيكم بيتفاعل مع الفيديوهات بلايك وشير وتعليق، دعمك ده بيحفزني اللي انزل لكم فيديوهات جديده باستمرار، شكرا لكم بجد. وهندخل على الشرح على طول. اول حاجه كده يا صديقي هنبدا ان احنا نروح على مدير الملفات الخاص بالجهاز بتاعنا، بعد كده يا صديقي هتروح على المكان اللي هكون حملت فيه الادوات، هتلاقي عندك هنا ملف الروم وتطبيق فيوموس برو، وده الروم مش مضغوط، يعني لو ضغطت عليه كده ضغطه وضغطت على كلمه مشاهده هتلاقي ملفات الروم مباشر زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، يعني ما تفكش عنه الضغط. اول حاجه يا صديقي هنبدا اللي احنا نعملها مع بعض، هتبدا اللي انت تثبت التطبيق، هيتثبت معاك بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون الاندرويد بتاعك. بعد ما ينتهي من عمليه التثبيت هتبدا تضغط هنا على كلمه تم. عايزك بقى يا صديقي تركز معايا في طريقه تثبيت الروم على التطبيق علشان ليه طريقه معينه هعرفها لك دلوقتي. اول حاجه كده يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط عليه ضغطه، وبعد كده هتاخده نسخه او قص، وبعد كده هتروح على مدير الملفات من بره، هتروح هنا على ذاكره الجهاز، هتبدا اللي انت تنزل لتحت كده يا صديقي، هتلاقي عندك هنا فولدر مسميه هنا فيموس برو زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، هتبدا اللي انت تضغط عليه تفتحه، هتلاقي عندك هنا فولدر تاني اسمه بيك اب زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، هتبدا اللي انت تضغط عليه، وبعد كده يا صديقي هتبدا اللي انت تنسخ الروم زي ما انتم شايفين كده، هيتنسخ معاك بدون ما تواجه اي مشكله، وديت طريقه تثبيت الروم، وهعرفك ازاي اللي انت تثبته من داخل التطبيق. بعد كده هبدا اللي انا اطلع من هنا، هتلاقيه تثبت معاك بنفس الايقونه ديت، وقبل ما تفتح التطبيق يا صديقي هتبدا اللي انت تضغط عليه ضغطه مطوله، وبعد كده هتروح على معلومات التطبيق، وهنا يا صديقي هتروح على كلمه الاذونات، وبعد كده هتسمح له باذن التخزين، هتبدا اللي انت تضغط عليه، وبعد كده هتضغط على كلمه السماح، وبعد كده هتضغط هنا على كلمه السماح، وهتبدا اللي انت ترجع للخلف، وبعد كده يا صديقي هتروح تفتح التطبيق. هيبدا يفتح معاك بنفس الواجهه ديت يا صديقي، هتضغط هنا على كلمه اي جري، وبعد كده هتضغط برضك على الكلمه ديت، هيطلب منك العرض فوق التطبيقات الاخرى، هتبحث هنا عن الايقونه الخاصه بالتطبيق زي ما انتم شايفين كده هتضغط عليها، وبعد كده هتضغط هنا على كلمه دايما، وبعد كده يا صديقي هترجع خطوه للخلف. هيجيب لك الواجهه ديت يا صديقي، هتبدا ان انت تختار اول اختيار، بعد كده هيجيب لك الرساله ديت، هتضغط على الكلمه ديت، وهنا يا صديقي هتبدا ان انت تضغط هنا على علامه البلس، هيبدا اللي هو يحمل معاك بنفس الشكل ده، هتنتظر، وهنا يا صديقي جايب لك مجموعه كبيره من الرومات من اول اندرويد 4 لغايه اندرويد 9، ال 32 وال 64، تقدر ان انت تستخدم اي روم من الرومات ديت، ما عندكش اي مشكله، وفي رومات موجود عليها روت وفي رومات مش موجود عليها روت. بعد كده يا صديقي لو ضغطت على الاختيار اللي تحت ده عندك هنا رومات في اي بي تقدر برضك اللي انت تستخدمها، بس ده مش شرحنا النهارده، هتبدا اللي انت تضغط على الثلاث نقاط اللي فوق دول، وبعد كده هتروح تضغط على اول اختيار، هيبدا الروم يظهر معاك بنفس الشكل ده، وديت طريقه عمل البيك اب للروم علشان يشتغل معاك، علشان في رومات ما بترضاش اللي هي تشتغل غير بالطريقه دي. وفي طريقه ثانيه لو انت حابب اللي انت تعرفها روح على اي شرح موجود على القناه هتلاقي عندك الطريقه الثانيه. بعد كده هتبدا اللي انت تضغط على الاختيار ده، هيظهر لك الرساله ديت، هتبدا اللي انت تضغط على الكلمه ديت، وهنا يا صديقي هيبدا اللي هو يعمل انستول او يثبت لك الروم داخل التطبيق بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا. هيبدا يفتح معاك بنفس الواجهه ديت يا صديقي، وهنا جايب لك جميع التطبيقات اللي متثبته على التليفون بتاعك، تقدر ان انت تحدد اي تطبيق من التطبيقات ديت وتنسخها داخل الروم، ما عندكش اي مشكله. هتبدا ان انت تضغط على الاختيار اللي في الاسفل، هيبدا اللي هو يثبت لي تطبيق روت اتشكر علشان ابقى اعمل لكم بيه تيست واشوف لكم هل الروم ده شغال عليه روت ولا لا. بعد كده يا صديقي هبدا ان انا اطلع من هنا زي ما انتم شايفين كده، وهنا يا صديقي ديت واجهه الروم، بعد كده هبدا ان انا اضغط على الاختيار ده، هتلاقي عندك هنا مجموعه كبيرة من التطبيقات زي تطبيق الجيم جاردن، تقدر يا صديقي اللي انت تستخدم التطبيق ده في ترويت الالعاب والتطبيقات، وزي ما انتم شايفين معايا عندي هنا نظام وهمي لنظام الاندرويد بتاع التليفون، تقدر اللي انت تشغله على التليفون بتاعك زي ما انتم شايفين اندرويد 14، ده نظام وهمي داخل النظام الافتراضي زي ما انتم شايفين كده اصدقاء، تقدر اللي انت تستخدمه وتوهم بيه التطبيقات والالعاب اللي انت شغال على نظام احدث زي روم اندرويد 14. وزي ما انتم شايفين معايا اصدقائي هنبدا اللي احنا دلوقتي نروح نعمل
شوية إعدادات مهمة جدا جدا علشان الروم ده يشتغل معاك بدون ما تواجه أي مشكلة على التليفون بتاعك. وهنا يا صديقي الإعدادات ديت هتنفع معاك في تشغيل الألعاب. وبعد كده يا صديقي هنبدأ اللي احنا نشوف هل النسخة ديت موجود عليها روت ولا لا. بعد كده يا صديقي هتبدأ ان انت تضغط على العلامة المائية للتطبيق، وبعد كده هتروح على كلمة سيتنج. هيبدأ يفتح معاك بنفس الشكل ده زي ما انتم شايفين، والروم ده 64 وبيشتغل على المعالجات ال 32، ما عندكش اي مشكلة. هبدأ ان انا اروح على الاختيار ده يا صديقي زي ما انتم شايفين كده، هبدأ ان انا مش عارف الكلام مش هتلاقيه ظهر معاك، بس انا عايزك تحفظ الخطوات. لو رحت هنا على الاختيار ده يا صديقي هيطلب منك ان انت تدخل الفريمات الخاصة بالتليفون بتاعك. هنا يا صديقي بيقبل معاك من 10 فريم لغاية 120 فريم. التليفون اللي انا بشرح من عليه ده بيقبل 90 فريم، هبدأ ان انا اكتب هنا 90 وبعد كده هضغط على كلمة سيف، هيبدأ اللي هو يثبت لي 90 فريم داخل الروم ده علشان اقدر ان انا اخد افضل اداء ممكن. بعد كده يا صديقي هطلع من هنا وهنزل لتحت شوية، هروح على الاختيار ده. اول اختيار ده مهم جدا يا صديقي لازما اللي انت تفعله، علشان هنا يا صديقي لما تيجي تشغل تطبيق جنب تطبيق هيشتغل معاك بدون ما تواجه اي مشكلة نهائيا وما يفصلش منك من الخلفية. بعد كده هتبدأ اللي انت تفعل الاختيار ده، وبعد كده هتضغط هنا على كلمة السماح. وهنا يا صديقي لو انت عايز تشغل الجي دي سكوب داخل الروم هتبدأ اللي انت تفعل الاختيار ده زي ما انتم شايفين، وبعد كده لو انت حابب اللي انت تشغل الكاميرا هتبدأ اللي انت تفعل الاختيار ده يا صديقي، وبعد كده هتضغط هنا على كلمة السماح. بعد كده هبدأ اللي انا اطلع من هنا زي ما انتم شايفين كده اصدقائي، وبعد كده هروح على واجهة الروم. وهنا يا صديقي هبدأ اللي انا اعمل تيست، وكمان هشغل لك تطبيق الجيم جاردن وهعرفك هو شغال ولا لا. هبدأ اللي انا اروح على تطبيق روت تشكر، بس تطبيق روت تشكر ما تنسخش معايا زي ما انتم شايفين يا اصدقائي. طيب انسخ اي تطبيق موجود على التليفون بتاعي ازاي؟ هبدأ اللي انا اروح على الاختيار ده او اضغط على العلامة المائية، وعندي هنا كلمة ترانسفير هبدأ اللي انا اضغط عليها، وبعد كده اضغط على الاختيار الاولاني هيجيب لي كل التطبيقات اللي متثبتة على التليفون بتاعي والالعاب. هنا يا صديقي ما اقدرش ان انا انسخ اي لعبة لها ملف او بي بي، والنسخة ديت ما عليهاش متجر جوجل بلاي، تقدر اللي انت تحمل اي متجر خارجي زي مثلا انا عندي هنا متجر خارجي زي ما انتم شايفين كده هابي مود. انا ما بقولكش هنا حمل هابي مود، انا بقول لك كمثال. بعد كده يا صديقي هتبدأ اللي انت تضغط عليه، وبعد كده هيبدأ اللي هو يتثبت معاك داخل الروم، وبعد كده هتقدر اللي انت تحمل من عليه التطبيقات والالعاب اللي انت عايزها. بعد كده هبدأ اللي انا اضغط على تطبيق روت تشكر، وبعد كده هضغط على الاختيار ده هيبدأ اللي هو يعمل انستول. كان هنا يا صديقي ما تثبتش علشان انا ما اديتلوش الفرصه اللي هو يتثبت في الاول. بعد كده هبدأ اللي انا ارجع خطوه للخلف لغايه لما اوصل للواجهه الرئيسيه زي ما انتم شايفين كده، هتلاقي عندك هنا تطبيق روت تشكر اتنسخ معاك، هبدأ اللي انا افتحه. بعد كده هبدأ اللي انا اديله كل الصلاحيات بتاعته زي ما انتم شايفين كده اصدقائي. وهنا يا صديقي هبدأ اللي انا اضغط على الكلمه ديت اللي هي كلمه مكتشف الروت باللغه الانجليزيه، هيبدأ اللي هو ياخد مني الصلاحيه ديت، هضغط على الاختيار ده، وبعد كده هضغط هنا على كلمه الاو، هيجي لي هنا التليفون باللون الاخضر وفي علامه صح، يبقى النسخه ديت بالفعل موجود عليها روت واقدر ان انا استخدمها بدون ما اواجه اي مشكله. هنا يا صديقي زي ما انتم شايفين عندي هنا تطبيق الجيم جاردن، لو ضغطت عليه هبدأ اللي انا اضغط على كلمه ريستارت يا صديقي، هيبدأ الايقونه العائمه للتطبيق تظهر معاك بنفس الشكل ده، وتقدر اللي انت تستخدمه بدون ما تواجه اي مشكله نهائيا على التليفون بتاعك. وبكده يا صديقي يكون خلصنا الشرح بتاعنا، سلام.